علشان كده احنا عايزين نطمن على شريف معايا يا جماعة. اهلا وسهلا، شريف مساء الخير، طمنا على صحتك، ألف سلامة. ازيك الاول يا راجل يا محترم؟ ميرسي، اشكرك. ربنا يخليك، طمنا. وانا زي الفل والحمد لله. انا بس عندي كده حاجه بسيطه في القولون، ورم بسيط كده في القولون، وان شاء الله خير يعني. بإذن الله خير، بإذن الله يعني خير. أنت قلقتنا وقلقت المتابعين والمشاهدين عليك يا شريف. ربنا يخليك. انا بما ان حضرتك بس ذكرت الممرضه اللي واقفه جنبي، انا بس عايز ابعت لها شكر خاص جدا، لانها ست محترمه جدا، والتمريض في مصر واضح انه حصل فيه طفره كبيره جدا. اي نعم، هي مستشفى، انا كنت فيها مستشفى خاص، بس انا كنت قاعد انا قعدت في المستشفى تقريبا 8 او 9 ساعات، وانا من الشخصيات اللي بتحب تراقب كل حاجه حواليا، فمش عشان انا شخص مشهور او كده، لا، مع الناس التانيه حتى في طفره اعتقد في التمريض والطريقه اللي الممرضين والممرضات بيتعاملوا فيها مع المرضى، فانا بشكرهم على ده. بس انت خرجت من المستشفى دلوقتي؟ انا دخلت امبارح، هو مش بالليل، انا دخلت امبارح الصبح بدري الصبح. وخرجت امبارح بالليل، عملت منظار وعملت أشعة صبغة، وعندي كده حاجة بسيطة في القولون، في أول أسبوع في رمضان كده هعمل عملية أشيلها في الغالب. وأنا بجد متشكر لحضرتك على المداخلة، ومتشكر، أنا جالي على الفيسبوك أكثر من 7 أو 8 آلاف مسج، وعلى الموبايل ما بيسكتش، وفي ناس كتير أوي كلمتني، فأنا اكيد بشكر كل اكيد، الناس اللي اتكلموا. انت محترم يا شريف ومهني، والناس بتحبك وبتدعو لك بالشفاء العاجل ان شاء الله عشان تطلع. و أنا نازل الشغل بكرة. نعم، أنا نازل شغلي بكرة. نازل بكره. طيب بسم الله ما شاء الله، أربعة شارع شريف على قناة الحياة. طبعًا العمل عبادة، أنا ضد إن الواحد، أنا لو قعدت في البيت أعيا، فأنا أنزل أشتغل. والله كلنا هذا الرجل. ألف سلامة عليك والحمد لله على سلامتك، ودايمًا متألق يا شريف. كل سنة وكل مصر طيبة بمناسبة الأعياد اللي إحنا فيها، وكل سنة وحضرتك طيب، الله وكل يخليك، أسرة التان طيبة. الله ميرسي، يخليك، شكرا أشكرك. جزيلا لإعلامي شريف مذكور، الحمد لله طمنا على صحته.